الاثر هذوما باش يغسلوا معون، يغسلوا معون ونعمل كل شيء وننظف ونسيق وما شاء الله حره. انا كاني نحاولي جنسيه تونسيه نحيها، انا مستعده نبيعها تونس بلاش فلوس، بلاش فلوس. كان نهضه يا اختي وكان نهضه شبيها شبيهم حسب رايك جميع قلت محليهم على الاخر. باش نقول ربي يجيبها لكم في ذريتكم كما انتم هلكتوا ولاد الشباب، ان شاء الله ربي يجيبها لكم في ذريتكم. كان في 2012 يهز البنات لدبي، وما كفيها تمشي لدبي ولا حتى تمشي لاسرائيل، كي مالك ومالها. تونس كانت مزيانه، تو شبيها ما عادش مزيانه. علاش؟ علاش؟ على خاطر اش تحبني نقول لك؟ ما فيهاش يعني بلغة أوضح، ما فيهاش راجل يحكم. تونس تونس كانت محلها، تونس كانت بلاد الأمن والأمان، كانت بلاد الزوالي، كانت بلاد ما نعرفش أنا شو نقول لك. تونس الخضراء هي لا محالة، توا ما عادش خضراء، تونس ولات صفراء زرقاء كحلة، وهو اللي يمشي معاها كحلة أكثر. فهمتني؟ علاش كحلة؟ شنو يرمز اللون الأسود هذا اللي قلت عليه؟ من الحزن. من شنو حزينة؟ من كل شيء. من كل شيء. من شبابها اللي مات هكاك حرام، من العباد اللي قاعدة تموت بالشر، من إيش باش نقول لك؟ مثلا بار إكزومبل أنا، مثلا أنا كنت نخدم لاباس، عندي قروض، كل مرة عاد المنفذ يخرج لي. رحمين جماعة الوتلة واللي عندهم ليوت واللي عندهم هذوكم رحمينهم الحكومة، والزويولة اللي كيفنا نحن بتبيعة ما همش رحمينهم. أنت شنو الدومين متاعك؟ دوميني أنا الحجامة، فهمتني؟ أنا نشوف ما شاء الله. صحيح تاك تشوف ما شاء الله، فهمت؟ أنيقة في نفسي أنا ديما ديما أنا ديما يعني في روحي أنيقة ما شاء الله. أنيقة في نفسك وفي اللي في لي باسيون متاعك. ميرسي. إجا نقول لك أختي الغالي، ريتها تونس توا. أنت في بالك بالزيادات اللي زادت لتونس. يتمنيكوا علينا يعني هما كم كوات تونسي هكا غالين له في السكر خاطر باش ما يطلعلوش السكر. هذه راهي مقعيره، فهمت؟ هذه تمنيكا يعني، فهمتني؟ هذه تمنيكا، فهمت؟ هما يتمنيكوا علينا قاعدين، فهمت؟ هما قاعدين يعبي. وريتك مثلا يجي وزير ولا يجي اي رئيس حكومه ولا اي واحد هكا يقعد عام عامين يعبي، هو بعد خو يجي يعبي. هم يشوفوك انت مثلا مزيانه كي هكا يحبوا يخافوا على البوا نتاعك لا يزيد، دونك يا مدام نقص من السكر. ما نقصتش من السكر، نزيدوك نغليو فيه. أنا باجية يا مادموازيل، يعني أنا من بلاد السكر. كي أنا باش يزيدني مثلا تقول أنت على عسل والآخرين شنو مدخلهم؟ شنو ذنبهم مثلا؟ باش يزيدوهم بالسكر، فهمت؟ بالنسبة لي أنا ما نستعملوش برشا سكر. أنت ديجا سكر وعسل. نعم بوزينك أنت العسل عينيك الحلوين، فهمتني؟ هاش تحبني نحكي لك على تونس حاجة أخرى ما يسالش. كمل لي تونس، شنو رأيك فيها؟ مخيبها تونس. مخيبها على الآخر تونس. شنو الحل باش نوليو نشوفوا تونس مزيانه؟ انت مثال. الحل؟ انت مثال، احكي لي شنو مشاكلك؟ من شنو القروضات هذه؟ علاش ما خلاوكش تخدم؟ خاطر ما فماش خدمه، خاطر جات الكورونا، على خاطر ما فما عادش فما خدمه. خاطر انا مثلا تجيني كليون تقول لك انا نجبد نشري ب 5000 لولادي خبز وحليب وما نجبدش بيه شعري، فهمت كيفاش؟ انا نخدم في حومه شعبيه يعني مع ناس زويوله، فهمت كيفاش؟ فهمت اختي الغاليه؟ شنو تحبني نقول لك على تونس؟ تحبني نقول لك تونس محلاها وهي ماهيش محلاها؟ دونك انت شنو باش تعمل توا؟ اش عندي باش نعمل؟ كان يحب يعني يمشي يخدم خدمته يعديها للمحكمه، تتعدى للمحكمه يخرج لي عاد المنفذ. انا بالنسبه لي انا ما عنديش حتى حل، خاطر الحلول الكل عملت. انا توا ما عنديش فلوس، الصالون تاعي صغيره ما تخدمش، فهمتني؟ وهما ما حبوش يفهموا هذايا، وما حبوش هما الدوله تعاوننا. هما الدولة ما فيهاش فلوس، تو ضربة ضربتين ماخذين هيبة ماخذين ما نعرفش شنو، ويني الفلوس؟ ويني الفلوس اللي قال لك نتاع بن علي اللي كانت مجمدة؟ ويني الفلوس؟ ويني الفلوس؟ لو كانوا يطالبوا بها مثلا الفلوس هذيك تحل برشا مشاكل من الشباب كيفك؟ أكيد تحل برشا مشاكل، أكيد أكيد تحل، تنقص البطالة، تنقص الهمجية، تنقص البركاجات، تنقص العباد اللي قاعدة تحرق هكاك وقاعدة تموت. في راس ديجا ولد حلق الواد مات في الكادره نتاع حلق الواد. كيفاش مات؟ مات، مازالوا ما يعرفوش. قال لك مات يا متجمد يا تحت عليه كادره نتاع واحد عداوها ديجا في الحقائق الاربعه امه، فهمتني؟ طفل نعرفه بالكدا، طفل صغير، فهمتني؟ عليه عليه يعني انت ولدك يركب في احدث السيارات ويقرا في احسن بلاصه ويسافر وقت اللي يحب ويمشي وقت اللي يحب، ويعني ولد الزوالي نورمال بولا عليه حاجاك يموت نورمال يعني. يعني انتم ما خممتوا في رواحكم؟ ما خممتوش في العباد؟
يعني انتم ما خفتوش من ربي، ثم ربي راه نهار اخر راه فما ربي، هذه حاجه ونسيوها العباد اللي هو فما ربي راه. انت قلبك معبي دار في مش جوانب الكل، على 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 الناس الكل. انا كاني نحاول جنسيه تونسيه نحيها، انا مستعده نبيحها تونس بلاش فلوس، بلاش فلوس، خاطر تونس ما هيش، هي مش نحكي على تونس كتونس كالعباد اللي عايشين في تونس، على خاطر تونس ما هيش دوله، دوله الظلم، دوله الاستبداد، دوله القهر، دوله اللي عنده كتاف ودوله اللي عنده فلوس. وانت ما عندكش منهم؟ انا ما عنديش منهم، عندي كان نريد نحكي لك حاجه، انا عندي احسن حاجه، في احسن حاجه اللي عندي انا كوني نخاف ربي، فهمت؟ خاطر الموت ما تعرفش عليها راه، فهمت؟ انا عندي احسن حاجه اللي انا كوني نخاف ربي، لا نظلم عبد، لا نتعدى على عبد، لا نجرح وليا، لا نقول كلمه خايبه لعبد، فهمت؟ انا عندي احسن احسن حاجه عندي ما عندهمش هما، وما ما عندهمش الهمه، ما عندهمش ما نعرفش، مش نقول خساره فيهم اصلا، خساره فيهم كلمه عارف باش نقول لك. صار باش تنحي لك الجنسيه التونسيه نتاعك، وين باش تمشي مالك؟ اي بلاد اخرى. يعني انت تحب تخرج منها؟ انا نحب نخرج منها البلاد، وما ريغري ما نجمش نخرج منها، على خاطر بلاد الظلم عندي منع سفر في حاجه ما عملت بها حتى شيء. منيش منع سفر؟ خاطر انا منع سفر على خاطر كنت نخدم مع واحد حجام، والحجام هذا كان في 2012 يهز البنات لدبي، وقال لي خزرت لي العاونه، قالت لي انت لازمك تقول يعطي في الفلوس، ياخو في الفلوس. انا مره انا نخاف كيما قلت لك، نرجع نخاف ربي ما نقولش حاجه ما قلتهاش، تحطني على السيستم نتعارك انا وياها، تعطيني منع سفر في 2012. هو الشخص هذا بالحق كان يهز في البنات لدبي؟ الله اعلم، انا ما نعرفش، انا نخدم على روحي ونروح. ما جاش قال لك امشي معايا؟ ما قاليش امشي معايا، انا نخدم هوني حجامه كنت قبل ما نعمل صالون انا واختي، ما قاليش امشي معايا، وانا ما ريتش حاجه ما ريتهاش ما نقولهاش، وما صححش وما صححتش، فهمت؟ شفت علاش نقول لك بلاد القهر وبلاد الظلم وبلاد، يعني انت واحد من 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 مجلس النواب يعملهم الكل ويسافر وعادي، خاطر عنده سيادته هو الحصانه، يخرج ويسافر ويحوس، فهمتني؟ ويحوس ويمشي. انا على مشيت نخدم مع شخص، الشخص هذايا قال لك يهز في بنات لدبي، والله ما نعرف انا حتى كان جاو في بلادهم يشمك فيها تمشي لدبي ولا حتى تمشي لاسرائيل، انت مالك ومالها؟ انت قلت تحب نخرج لتونس تمشي لدبي حتى انت؟ والله اجي نقول لك حاجه بالنسبه لي انا هكا تشوف، حتى انا ما نحبش الدول العربيه، ماذا بيا الاوروب، فهمت؟ ما نمشيش للدول العربيه. تعمل في الاوروب؟ والله نخدم حتى فام دو ميناج، نغسل حتى سلوسحنا، فما انت حتى نعطي دواء لمراه كبيره ما فما حتى مشكل. الضويفر هذوما باش يغسلوا معون؟ يغسلوا معون ونعمل كل شيء وننظف ونسيق وما شاء الله حره. فهمت؟ يا تحب تسال سؤال اخر ميساج، نحسك تحب تسال برشا، اسال اسال ميساج تو نجيب بكره. بسوس كالعاده. باهي كلمه للمسؤولين هذوما اللي انت قلبك معبي عليهم. نحب نقول لهم هي ما هو حرام فيهم الكلام، خاطر الكلام حرام فيهم ديجا. باش نقول لهم من رئيسنا زاده يتحرك شويه خاطر فهمت؟ شوف في قاعد يتحرك تو؟ ما شوف في شيء، انا ما قضيت فلسطين ان شاء الله ربي معاهم فلسطين، احنا صدقني ما 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 اكثر من اتعس من فلسطين. حلو قضيتنا قبلت. صحيت ما قال لك ما تعطي الصدق الا ما تزازيه للدار. نقول له يا سي قيس سعيد بالله يا مانك شوف شويه مش مشكله. ثم وزير تجهيز قل له كيما وزير مشيشي، ما هو من جندوبه من شمال الغربي، احنا نتاعك. شبيد يحطوا مثلا من الساحل يقد الساحل، يحطوه من جنوب يقد الجنوب، قل له انت قد الشمال، حتى نحن من تابعين جندوبه، فهمتني؟ وعملوا وجه تجهيز، اول حاجه عملها لي تروت باش يمشي لامه الكياس صلحوا. ما يسالش، قل له ما فما حتى مشكل، كي تخزرونا هاكم تراو، قل له في الفقر في برنامج القفه، ما قلبكم ما يجعكش، الزحمه ما عندكمش شعر تسيد عليه، ما تنجموش، ما فهمتش انا منين مصنوعين، ما فهمتش، الكلنا مخلوقين من التين، التين نتاعهم منيش مصنوع، ما تفرج ما عندهمش تلفزه، نصور ما عندهم تلفزه، تصورش فقراء ما عندهمش تلفزه جماعه الحكومه، فهمت كيفاه؟ باش نقول لهم ندعتكم قدرتكم على ظلم الناس، فتذكروا قدرة الله عليكم نهار آخر. ما عندي ما نقول لهم، خاطر الناس هذوكم بالحق ما تنجم تقول لهم حتى شيء، خاطر باش نقول ربي يجيبها لكم في ذريتكم، كما أنتم أهلكتوا ولاد الشباب، إن شاء الله ربي يجيبها لكم في ذريتكم، وإن شاء الله يا ربي، إن شاء الله ربي نهار جمعة يسمع كلامي، حسبي الله ونعم الوكيل فيكم فردا فردا، من كبيركم لصغيركم، ان شاء الله ربي يجيبها لكم
حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل، وحسبي الله ونعم الوكيل في اللي كان في بن علي سبب وخرجوا، هما ربي باش يبعث لهم منكر ونكير شويه فيهم. لا حكايه فارغه منكر ونكير، وذوكم وكل العصا اللي باش يضربوا فيها حكايه فارغه، هذيك الكل حكايه فارغه. خافوا ربي يا حكومه، على خاطر راهو ربي فوق الناس الكل. العباد راهي قاعده تموت بالشر، ما كانتش العباد تموت بالشر توا العباد قاعده تموت بالشر. انت قاعده تموت بالشر طول. الحمد لله والشكر لله. الحمد لله. انا ما نحكيلكش على روحي راه. فهمت انا ما نحكيلكش. تحكي ديما على الزوال. لا هنا بيدي زوا عليا راني كيفهم، مانيش لاباس عليا راه. كان نحكي لك توا بكيك انا، اما الحمد لله فهمت الشكوى لغير الله مذله. فهمتي؟ انا حبيت لك المسؤولين يشدوا الكريز يا اخو. وكان نهضه يا اختي. وكان نهضه يا اختي. وكان نهضه شبيها شبيهم حسب رايك جماعه قل محليهم على الاخر يهبلوا يهبلوا. تعرف التيراني ماخذوا الغنوشي انت حومه سنتر فيل كامله يا مام. فهمتني؟ تعرفوا الاخرك اللي كان في الحبس معاه اسمه هو القصايه. تعرف شو ماخذين من تيرانات ماما وماما؟ كان تشوف التيران تمشي له بتكسيم تنجم تدخل له على ساقيك الماما كبير. فلوس الشعب هذاك، هذيك كلها فلوس الشعب. والشعب وريقد يستاهل. تعرف علاش نقول لك نعاودوا نرجعوا للشعب؟ الشعب يستاهل. لازمنا ثوره اخرى، لازمنا ثوره اخرى. ندد بثوره اخرى معي. انا ماذا بيا ثوره اخرى تمشي تخرج الظاهر ما انا يعطيني عمي في عينيا ويعطيني كسره في يدي لطفا. على خاطر انا قلت لبن علي ديقاش في يوم ما اول واحد مات حلمي الاول 13 جانفي مات الاول واحد مات 13 جانفي هو قدامي مات في باب الخضره غادي كمات. انت تو قاعده تتحمل في مسؤوليه اخطائك. اخطائي شنو يعني؟ لا انا قلت ديقاش في بالي بالحق يعني ما في اجا نقول لك قالوا اما خير امك ولا مرت بوك؟ قالوا مرت بابا خير اما خلي القلب في القلب. في بالنا اللي باش يجيو من بعد ما هو هو سي الغنوشي كي حب يعد مو بورقيبه بن علي قالوا لي هزوا لبريطانيا. ما كان هما من الاول قص الراس تنشف العروق راهو ما يصيرش فينا هك، راهو ما صارش فينا هك. كان نساو هما احداث باب القواس يضربوا في نساء بالمفرق وما 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 وما. شوف اختي الغاليه انا راني نتحمل كل مسؤوليتي، تحب تعديها كلامي عاديه، ما تحبش تعديه نتحمل كل مسؤوليتي. فهمتني؟ وما عادش على بالي بحتى حد. ريتها الدنيا ذي ما تعرف انا فاش نستنى تو نستنى في الموت هكا